عسلامة ومرحبا بك العادة أخت فطوم خبيرة أبراج وتارونيوم باش نعملوا توقعات شهر 10 لبرج الدلو، أهم الأحداث عند الدلو في الحياة العاطفية والمهنية. يلا يا دلو، القراءة عامة يا دلو كالعادة، ديما في القراءات الأسبوعية أكثر دقة أكثر تحليل. قراءة عامة هذه متاع الشهر اللي احنا نعملوا، شنو اللي باش يصير، أكثر الأحداث اللي نجموا تصير معانا واحنا كيفاش نجم نتصرفوا معاها. يعني هاتوا شوفوا حياتنا العاطفيه والعائليه للميزان. لا لا للدلو، دلو دلو صباح لي الدلو، مخي قعد مع ميزان. اما نحن نحكيوا على الدلو، دلو يا دلو ماشي. هو لهنا انا عندي ثلاثه عشريات، ثلاثه وضعيات اللي تعرفوا معها. يلا لناش قالت هاي، قالت فما في امنكم، في امنكم ماكمش الكل يحبوا بيتي. تقول مريت بصعوبات، مريت بمتاعب، ولكن اش قالت هاي، ولكن صلح، رجوع، تطور، اعاده العلاقه من الاول وجديد لنصابها. ماشي هذوما جماعه، جماعه اخرين قالوا احنا عندنا الابداع والنجاح والتطور ودعم والتفوق على الصعوبات في حياتنا العائليه والعاطفيه. انت الزعيم يا دلو، مش تاخذ قراراتك بيدك، مش يسمعوك المجموعه اللي هي الزوجه، الزوج، الحبيب، الخطيب، العائله. ماشي يا دلو، هذوما لهنا. جماعه اخرين اش قالوا لي؟ قالوا لي يا فطوم هذه بطاقه تغيير الحبيب، تغيير الحبيبه، تغيرت عليا، تغير عليا، باش يتغير عليا، على خاطر قاعده نحكي توقع للمستقبل اللي هو هذا شهر 10. باقي نقول الحبيب يتغير، انت تتغير. لهنا باقي تقول صحيح رجعنا باش نرجعوا، ولكن فما اخطاء تعود. نحكي هكا بقلطمي بلغتي انا خيره. يا سيدي مش هو تبدل عليا، مش هو تبدلت عليا، تغيرت عليا، ما قعدتش كيما كانت. ماشي حب مرأة أو رجل دل. قالت راهو فما رجوع والصلح، وهنا قالت الحياة حلوة. من بعد قالت تسعة أوقات مستريخ الصلح، ها؟ تعود الكرة أو تعود الغلطة أو تعود المشاكل. بسم الله عليكم ولطف عليكم. والحل، الحل قلت لك انك انت تعبر هذا الجسر الاخضر، تعبر العلاقه معناها عنا حلين، تعبر معناها يا انت تتجاوز المشاكل هذه، يا انت تحاول تصلح، يا انت تخلي هذه العلاقه وتشوف حياه جديده. قلت لك ماشي هكا، نحاول نوصل جماعه الاخرين هذوما نحيو، هذوما جماعه اخرين. هذيا لهناش قالت لك، قالت لك يا ستي بطاقه مفاجات، بطاقه زواج. وانا قاعده نحكي لهنا، قاعده نشوف في اعمار معينه اللي هما من 27 للدلو، 33، 32. الدلو هذوما الاعمار هذوما وحتى اللي اقل شويه وكثر شويه، فما حاجه مهمه عند الدلو، انه الدلو تعدى بمرحله صعيبه في حياته، حب مراه او رجل. فما جماعة استرجعوا علاقة شدوا ثنية صحيحة، فما تحضير لخطبة لزواج لبيبي لعقار لسفر. فما جماعة اخرين رجعنا، ولكن ماليش على قنطرة صحيحة، راني انا قاعدة نقول باش ترجعوا، ولكن الرجوع هذا ينجم يكون في المصلحة، ماهيش واضحة الامور. ماشي تقول لك بعض الاخطاء، ولكن تداركها انت يا دلو او شريكك يدارك هذا. باش اللي حاجتي انا اللي باش نقوله توا، انه فما في لا مر بهكا لا مر بهكا، لا عنا علاقه جديده، عنا حياه جديده. لهنا تقول لبعض منكم شككم، الشك نتاعكم في محله، ولكن بالسر والكتمان باش تعرف تنجو بنفسك. لهنا وضعيه اخرى هذه، وانا ها هما ثلاثه هذوما يقولوا انه برج الدلو عنده عدو. العدو هذا، هذه بطاقة الحب وهذه بطاقة الحياة العائلية، معناها يا فما عدو
نقول العدو هي كلمة كبيرة، معناها حد ينافسني على الحبيب، حد دخلي في شؤوني العاطفية والعائلية، ماشي. ولهنا تقول لك هذه العائلة معناها فما حد يحب يسيطر على الدل، يحب يسيطر على الدل، ماشي هكا، أو على شريك الدل. جماعة هذو مش قلت لهم اللي يمروا بالمتاعب هذه كلها ولا اللي قاعدين يمروا وباش يمروا بها الحكاية، تقول لهم راهو فما تغيير، ولكن عليكم التغيير هذا باش يصير. تقول لي كيفاش باش يصير ولا مش فاهمة يا فاتو؟ لحظة لحظة، احنا عرفنا باش نعرفوا من هذا، شكوني شكونو، ماشي كي عرفناه دونك احنا مانيش باش نواجهوه، ولكن باش ناخذوا حذرنا من هذا الشخص اللي هو يحاول يحب يدخل لحياتي ويدمرها. اسم الله عليكم ولطف عليكم. ومن بعد الناس تقول اذا هو من الدائره الاولى اللي هو امي وبابا واخواتي ومرت خويا ورجل اختي، الدائره الاولى، الدائره الثانيه خالاتي عماتي وانتم ماشيين، اذا هو من الدائره الاولى هذه بطاقه قتلك، فما الجديد وفما حلول وفما سفر. اذا هو تقولي انت صديق صديقه حد من بعيد تقول لك القصد هو منافس على الحبيب، وهذا الحبيب يحبك، هذه الحبيبه تحبك وماهيش باش تسلم فيك وماهوش باش يسلم فيك، ولكن باش تصير شويه صعوبات وتنتهي، ماشي يا دلو. دونك الدلو انا حسيته لهنا ايجابي اكثر، باش يعرف برشا حقائق هذا الشهر وباش يعرف يتصرف، اهم حاجه باش يعرف يتصرف. الدلو عنده صعوبات معاكم ولكن ما هوش باش تاثر عليه لا هو ولا حبيبه. حياتكم المهنيه للدل، باهي سيدي. شوف شفما قالت لي لهنا، هذه بطاقه المال والاعمال للدل، هي لهنا تقول فما مال مفاجئ، فما فرحه كبيره لهنا، وبعدها تقول فما طاقة حسد قوية، ولكن الدلو باش يعرف يخرج ويشافي نفسه، فما الشفاء من أي داء اللي هي طاقة العين والحسد والجو هذاك الكل، ماشي لهنا ما تخافوش. فما جماعة أخرين من الدلو في الحياة المهنية تقول لهم صار تغيير، باش يصير تغيير، ولكن هذا التغيير لصالحك يا دلو. التغيير يقول لي في قرار مهني، تغيير في قرار سفر، التغيير في قرار، خاطر قاعده نشوف في نقول لكم الاوراق هذوما شو قصدوا، يقصدوا انه فما تغيير في مكان، في ولايه، في بلد، في موقف ما. التغيير هذا كله ايجابي على خاطر بطاقه الفرحه، السعاده، اعاده ناس في حياتي من الاول وجديد وصلح. جماعه هذوما تقول لهم ما تخافوش، راهو فما حاجه ايجابيه في حياتكم. باش نجي لهنا لجماعه اخرين قالوا احنا عندنا توتر نجم يكون 15 يوم الاولانيين ومن بعد ينتهي هذا التوتر، قالت بدعم من رجل ذات سلطه في المكان العمل او في مشروع ما، ماشي. قالوا زوز فئات لهنا وتقول بعض منكم باش يصير له تغيير مهني مفاجئ، المفاجاه اللي هو لهنا تقول فما البيبي نرمزوا به المشروع، العمل جديد لبلد جديد، ازاحه الصعوبات، تقول حتى ال 14 يوم الاولانيين، ال 14 يوم الاولانيين هذوما نتاع الشهر هذا 10 دالوا باش تحسوا انتقل، قاعدين نقل، قاعدين قاعدي عنده افكار جديده، عنده مشاريع جديده، عنده ناس جديده في حياته، ولكن هو خايف متردد. لا بلاش تتردد لهنا، قالت لك برا يا سيدي، قالتهم يتعاملوا على ربي، راهو كل ما فما كان الخير، ماشي هكا. وهذه لهنا تقول ما فما ما اوراق باش نربحوها تخص مال، تخص قانون، تخص خدمه زاده، ماشي. يلا نعطيكم النصيحه يا دل. شوفوا يا سيدي دلو لهنا في الحب، هي الورقه تحت وحدها معناها رساله، هي تقول من عندها معناها تتيح وحدها، معناها مش احنا جابدينها، خلينا نعمل هكا بالله. الورقه اش قالت هي للدال؟ هذوما بعض من الدال مش الكل، قالت لهم عطيتو برشا، حبيتو برشا، ضحيتو برشا من اجل علاقه لا تعد بالامكان الاستمراريه فيها. ما نجمش نعاود الكلام اللي انت قلته، ماشي هكا، اللي يحس روحه هكا لهنا هذيك بطاقه الخروج، لازمك تخرج منها الطاقه هذه،
هات نجبدو احنا نحطو النصيحه. اش بدني نشوفو محليه بطاقه الحب والعشق والزواج والارتباط، بطاقه الدلو فاتح يده لعلاقات جديده، الدلو حال يده ويستنى في عوده حبيب حبيبه، المياه اللي مجاريها صلح عائلي. لهنا الدلو وبطاقه الدلو ل 14 يوم لونانيين تقول من هذا الشهر اعاده المياه لمجاريها، التوازن العاطفي مع حبيبه مع حبيبه حبيب حبيبه مع عائله. لهنا تقول الدلو كاينه مهاجر مسافر متغرب تعبان حاس بالوحده، ولكن هنا تقول انت محطوط في وسط مجموعه يحبوك عائليا او صحاب او هكا انتو راج قد جيرين بعد عما بالتونسي ماشي. لهنا هي تقول لك فما فرص لإعادة حياتك من لون وجديد كما انت تحب، بلاش تطيح يدك ماشي. وصلت الفكرة، نمشي مهنيا يا دل. النصيحة في العمل ماشي، تقول 11 يوم لولاني الدلو يصارع، الدلو يحارب، الدلو يحب ياخذ حقه. الدلو قالت من بعد جمعتين ينجم، فما برج اسد انا قاعده نشوف فيه ينجم يدعمه يمد له يد المساعده يجيب له حقه ماشي. هذه بطاقه استرجاع حقوق، ولكن بين 11 يوم وجمعتين ماشي هكا به. جماعه اخرين قالوا الدلو كاينه باش يخرج روحه من مجموعه مهنيه ويدخل نفسه في مجموعه اخرى، معناها راهو فما عمل اخر وحياه اخرى. البعض الاخر قالوا الدلو قاعد ياخو في حقه، ولكن قاعد يؤذي في ناس اخرين. البطاقه هذه انا مش نشرحها بطريقه اخرى، الدلو قاعد في مكان عمل قاعد يتهاجم وهو قاعد يهاجم. الهجوم متاع الدلو قاعد قالتلي يا خويا الكلكم عاش تحكم معايا، يا خويا الكلكم اعدائي، يا خويا الكلكم تاتا الجو هذاك الكل، لا قالت لك راهو فما فئه شخص اثنين ما نعرفش انا، راك غلط يا دلو، راجع روحك في مكان العمل او في هذا الصراع المهني، راك بعض تقول كلهم الكلهم لا رد بالك راجع نفسك، على خاطرك انت باش تغلط، على خاطرك انت قاعد تغلط ديجا مش تغلط، لا انت قاعد تغلط وقاعد تاذي في ناس قالت لك ما اذتكش. بلاش تأذي باش ما بلاش تظلم باش ما تظلمش بالاصل ماشي. الدلو اللي عنده الطاقه هذه تقول له انت قلبك دليل، الكره عندك يا دلو ماشي. شو شقول اخر؟ نقول لك يا دلو ان شاء الله ربي يوصلك للي تتمنى. باي باي.